السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسماء للطبخ. اليوم رح نقدم لكم الفريطوملات بالطونة، معشوقة الجماهير. ما كاش منا اللي ما يحبش الفريطوملات، أكلها سريعة وسهلة ولذيذة جدا، يحبها الكبير والصغير. الفريطوملات اليوم رح نقدمها بطريقة سهلة جدا ومبسطة. تبعوا معايا وشوفوا الخطوات كيفاش نخدم. بسم الله على بركة الله نبدأ. وعندي كمية من البطاطا المقلية، عندي شوية معدنوس، وعندي علبة تاع طماطم، عندي زوج حبات تاع البيض، وعندي شوية ملح وشوية فلفل لكحل. هذه المكونات. بسم الله، نكسر زوج حبات تاع البيض في صحن غامق كما راكم تشوفوا. نبدأ الأولى والثانية. راح نضيف الحبة تاع طماطم. انا اخترت الطون طماطم على خاطر حيزيدنا بنه في الفريطوملات، وكان دينا الطون تاع الزيت على خاطر الزيت راح نضيعوه. حنا نسحقوا لاصوص تاع الطون طماطم. راح نضيف قرصه تاع الملح وقرصه تاع الفلفل الكحل. راح نقشيو المعدنوس، نقطعوه رقيق رقيق رقيق، يكون رقيق مليح ناعم جدا، واللي ما عرفش يقطع يقطعوه غير بالمقص، باش كي نضيفو في الخليط ما راحش راح يبان. والمعدنوس فيه فايده. راح نضيفو في الخليط ونخلط، ولا نضرب كامل الخليط هذاك، نخلطوه مليح حتى يتجانسوا كاع المكونات في بعضهم. وكل ما نخلطو مليح البيض راح يخلي الفريطوملات تاعنا منفخه وتجي بزاف شابه. راح نضيف في المقلة اللي راح نخدم فيها الفريطوملات، ندير لها شويه تاع الزيت، ما نكثرش بزاف الزيت على خاطر الفريت راهي مقليه ولا البطاطا مقليه بالزيت، تكون مازلت فيها شويه زيت. راح نحط البطاطا ونسويها كامل في المقلة كما راكم تشوفوا. راح نضيف الخليط فوق البطاطا، ولازم تكون نسيون نقيسو كامل البطاطا بالخليط اللي فيها الطو والمعدنوس، فيه الفلفل الكحل وفيه الملح. راح نحطها فوق نار تكون قليله، ما تكون قويه وما تكون قليله بزاف، متوسطه، ونخلوها تطيب بغرضها كما راكم تشوفوا. راح تتقلى غير بالعقل، وخلوها تحمر وتتنفخ. راح نشد حبة تاع البصل ونقطعها رقيقة. اللي يحب ياكل بصل يستعمل بصل، واللي ما يحبش ياكل بصل ما يستعملش. من الأحسن يدير لها فريطوملات بالطونة يستعملوا فيها البصل على خاطر فيه فايدة كبيرة عظيمة جدا ويزيد بنة. كيما راكم تشوفوا الفريطوملات تاعي راهي تبانت نفخت وباينه باللي راهي طايبه من تحت. راح نقلبها في الصحن، وما شاء الله واحد الحموريه كيفاش حمار، وجات ما شاء الله خبزه تاع الفريطوملات ولا اروع. راح نرجعها فوق المقله تاعها ونخلوها زيت طيب من جهه ثانيه. اللي ياكل الفريطوملات ولا ياكلها نص طياب يخليها كيما راهي بلا ما يزيد يطيبها من تحت. بسم الله ما شاء الله. راح ارجعها فوق النار وخلها تطيب بعقلها كما راكم تشوفوا. راح نحيها ونرجعها على وجهها ونقدمها. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، روعه من اروع ما يكون، معشوقه الجماهير في الفريطوملات. راح نزينها بحبيبات البصل، وش نقول لكم، بصحتكم، جربوها وادعوا لنا دعوه الخير. وما تنساوش كما تدعونا بدعوه الخير، ما تنساوش تشتركوا معي في القناه ودقوا على هذاك الجرس وبارطاجيو لي فيديو وديروا لنا الجام 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 الجام. وبالصحه والراحه وسلام.